اهلا وسهلا بحضرتك. الله يبارك فيك دكتور عمر، ونسعد دائما ونعتذر عن التاخير اللي حصل النهارده. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. يعزك يا رب. هل ينفع ان الانسان يعيش بدون امل شيخ محمود؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدايه يعني بشكر حضرتك اولا على هذه الجلسه الطيبه، ربنا يبارك في عمرك يا رب ويجازيك كل خير على الحوار الجميل واللقاءات التصارح اللي حضرتك عملتها والمبادره الجميله ديت. من لم يشكر الناس فلم يشكر الله، فبشكر حضرتك نيابه عن كل المشاهدين على هذا التصالح الجميل والمحاوله الجميله. محدش يشك في وطنيه حضرتك انك يعني بتحاول بقدر امكانك تكون سبب في راي الصدى. ربنا يجعلها في ميزانك. الله يكرمك. بدايه يا دكتور عمرو، احب اقول ان الناس، احنا ليه النهارده عايزين نتكلم عن الامل؟ لان الناس النهارده عندها، عايز اقول ذره من عدم الامل، مش عايز اسميها ياس، فيش مسلم بيأس من ربنا ابدا سبحانه وتعالى، لكن في ذره من عدم الامل لانه شايف ان بلده اللي بيحبها بتنجر الفتنه، ما كانتش في الحسبان بالمره. عايز اقول للدكتور عمرو ان الانسان من غير امل ممكن يموت لو ما كانش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رسم العمر الانسان في حديث صحيح، رسم النبي صلى الله عليه وسلم حاجه زي مستطيل كده، فقال هذا هو الاجل، ده عمر الانسان. وبعدين راح مطلع من جوه المربع دكتور عمرو سهم طويل قوي خرج من المربع وشق وسرح كده بره، قال وهذا هو الامل. يعني ممكن يكون املي اكبر من اجلي، لو اني هعيش 60 سنه فأملي بخططه ل 600 سنة، إن أنا نفسي أعمل خير، الخير دوت يعيش أعمار مش ليا لوحدي، وده دليل على إن المسلم ما بيعيش لنفسه. أنا لما بفكر في الأمل بفكر في الأمل ليا ولحضرتك والأهل مصر والعالم الإسلامي والعالم والكرة الأرضية كلها. المؤمن بيحمل الأمل، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم دي كانت بداية الأمل، لأن ربنا قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. قال ابن عباس رحمة للإنس والجن والبر والفاجر والمؤمن والكافر. شفت كان بل حتى أنا أضيف بالرحمة حتى للدواب والجماد صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى كأن ربنا سبحانه وتعالى يقول للبشرية كلها أنا أرسلت لكم بداية الأمل، وهو بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأمل يزداد أكثر حينما تكون أنت مؤمنا بالله، أنت حينما تكون مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومؤمنا بالمولى عز وجل من قبل فيزداد. يبقى عشان كده ربنا بيقول عن النبي عليه السلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويجي عند المؤمنين إيه؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم. بس إزاي الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبث يعني يبث روح الأمل؟ نعم. في قلوب الصحابة. أما أنا عايز بس قبل ما أتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يبث الأمل، عايز أقول في البداية دكتور عمرو الناس حاسة بتعب ليه؟ لأن شايف إن بلده رايحة في سكة، هو خايف على بلده. وربنا سبحانه وتعالى عشان يعني يوضح قد إيه قيمة الوطن والبلد في قلب الإنسان، أي إنسان مسلم أو غير مسلم، فبيقول وقرن في القرآن ما بين القتل وما بين الخروج من الديار. قال جل وعلا ولو أن كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. سبحان الله. فربنا قارن ما بين القتل وما بين الخروج من الدار. النهاردة لا قدر الله لو حدثت فتنة في بلدي هضطر أن أنا أخرج من بلدي، خروجي من بلدي ده يساوي القتل. وده خلينا نعذر بقى إخواننا وأحبابنا من أهل فلسطين والأهل سوريا على اللي حصل لهم، والخروج من بلادهم والتهجير في بلاد العالم ده يساوي القتل يا دكتور عمرو. فبالتالي عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام وهو خارج من مكه وهو خارج غصب عنه لان الفتن اشتدت وايذاء المشركين اشتد، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم الا انه بعد ما خرج من مكه راح متدور كده وراح باصص لمكه قال لها والله انك لاحب بلاد الله الى الله وانك لاحب بلاد الله الى رسول الله، ولولا ان قومي اخرجوني منك ما خرجت. في عز الازمه دي كلها مش مشكله، مستحمل اذاهم، مستحمل كل حاجه، بس ما كنتش مستحمل الخروج، ولذلك خرج وما انساهاش ورجع لها مره ثانيه. فعشان كده بنقول ان الانسان ما يعرفش يعيش من غير امل. المؤمن بيعبد ربنا لان عنده امل ان ربنا يرضى عنه ويدخله جنته. ولما بيعصي ربنا فهو بيتوب عشان عنده امل ان ربنا يغفر له ويتوب عليه. والصنايعي بيشتغل عشان عنده امل ان ربنا يربحه في تجارته في صنعته، والتاجر بيتاجر عشان عنده امل ان ربنا يربحه، والطالب بيذاكر عشان عنده امل ان ينجح، والاب والام بيربوا اولادهم ويتعبوا عشان عندهم امل ان هم يطلعوا اولاد صالحين، وهكذا.
في كل مناحي الحياة إن ما كانش في أمل ما تتحركش أبدا. ولذلك كانت الجنة اللي بيحركنا ليها الأمل، إن النبي عليه السلام كان دايما يكثر من ذكر الجنة. ليه؟ علشان يبقى عندي أمل إن في قدامي هدف، هدفي ده هو أملي هو حياتي وهو اللي أنا بشتغله. واخد بال حضرتك؟ فعشان كده النبي عليه السلام كان دايما يربط، كما قلنا من قبل، كان دايما يربط ما بين كل طاعة وما بين الجنة، كأنه عايز يقول العمل ده لما تعمله الثواب بتاعه أهو، والعمل ده لما تعمله الثواب بتاعه أهو. فلما بيعرفك الثواب فده بيحدوك ان انت تشتغل. هو ده الامل، هو ده الامل اللي احنا عايشين بيه. انا جاي البرنامج هنا وسهران انا وحضرتك، وممكن تكون حضرتك الله يكون في عونك تعبت من 4 ساعات اللي قاعدهم على الهواء، ورغم ذلك مكمل عشان عندك امل انك تاخد ثواب في كلمتين يوصلوا للناس فيهدوا قلوبهم، او يكون سبب كلمه سبب هدايه انسان ولو كلش فلان الغطاء لراينا العجب. احيانا يا دكتور عمرو كنت اسافر مثلا دوله اوروبيه او امريكا او هنا وهنا، وبعدين افاجئ والله العظيم حاجات لا تخطر على قلب بشر. افاجئ واحد مقابلني مثلا في ايطاليا، جزاك الله خير شيخ محمود، انا التزمت على ايدك من 18 سنه بسبب المحاضره الفلانيه. يا من 18 سنه؟ يقول لي والله من 18 سنه. واحد يقابلني في هولندا يقول لي والله التزمت على ايدك من 13 سنه بسبب شريط كذا، وهكذا. فالشاهد في الموضوع ان 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 احنا اللي قعدنا القعده الجميله دي، اولا لاني بحبك في الله، ثانيا وانا بحبك في الله شيخ محمود والله، الله يبارك فيك يا دكتور عمرو، ثانيا لان احنا املنا ان احنا نوصل كلمه للناس. سؤال بقى حضرتك الجميل، ازاي النبي كان بيبث الامل في قلوب الصحابه؟ نعم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يبث الامل في قلب الصحابه يا دكتور عمرو، كان في المقام الاول والاخير هو يبث الامل في قلوب الامه كلها. نعم. مش الصحابه بس، سواء يخاطب الصحابه ويقصد ما بعد الصحابه. والدليل على هذا الرجل اللي ابنه مات والنبي راح يعزيه صلى الله عليه وسلم، فبيقول له اتحب ان يمات ان تمتع به عمرك كلهم أم أنك لا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك عنده؟ قال بل ينتظرني عند أبواب الجنة. قال فذلك لك؟ فالصحابي قال له أله خاص أم لكلنا؟ قال بل لكلكم. ده شيء طبيعي، أنت مش محتاج سؤال. أنا لما بقول بشرى لصحابي في أمر عام فهو للأمة كلها، إلا إذا كان في أمر خاص في حياة معينة. الشاهد في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور وأحداث كثيرة جدا جدا قد تكون أشد وأعمق وأصعب من الـ من الـ من الـ 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 الابتلاء والامتحان اللي بتمر به أرض مصر وشعب مصر وأهل مصر. تخيل حضرتك يا دكتور عمرو، في عز ما أهل مكة لم يقبلوا بذرة التوحيد، آذوا النبي، رموا سلى الجزور على ظهره، رموا التراب فوق راسه، اتهموه بالسحر والكهنة والشعر والجنون، اتهموه في عرضه، دبروا 9 مؤامرات لقتله، قتلوا بعض أصحابه، شردوهم، عملوا فيهم كل ده، فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يخرج صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. تخيل حضرتك وهو خارج في عز المآسي دي كلها والابتلاء الشديد دوت، يجي سراقه يحصله فيقول له كيف بك يا سراقه اذا لبست سواري كسرى. يا خبر ابيض، ده المفترض انا في ظرف زي دوت لو مكان النبي عليه السلام خارج يأسان، سفت وطني واهلي وحبايبي وناسي والمكان اللي تربيت فيه والمكان اللي نزل عليه الوحي فيه وذكريات الكعبة والطواف حواليه والحجر الأسود اللي هو من أحجار الجنة ومية زمزم، بقى أسيب كل دوت وأنا بقى عندي أمل؟ ده أنا متخيل يا دكتور عمرو إن أنا في الوقت ده هكون مليان يأس وإحباط، ولو واحد زي ده حصلني فيعني هقول له يعني يا أخي اتق الله فيه، مش كفاية اللي أنا فيه؟ صح كده؟ مش ده المنطق؟ صحيح. لكن لا، ده أنا عندي أمل وهورد لك شوية أمل كمان. ايه رايك يا سراقه؟ مش انت رجل اعرابي بسيط؟ ايه رايك بقى ان امبراطوريه كسرى هتسقط في يوم من الايام وانا مش هكون موجود، انا مش هكون عايش. شوف قد ايه؟ وفوق ده كله كمان هتحصلوا على كنوز كسرى، وانت بالذات يا سراقه يا رجل يا اعرابي يا بسيط جدا جدا هتلبس السوارين بتوع كسرى اللي هم اغلى ذهب في العالم كله. مين يقول الكلام ده؟ شوف قد ايه؟ في عز ما كانوا بيعذبوا في مكه. شوف قد ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قاعد معاهم والحديث رواه احمد بسند صحيح. ليه؟ لا يبلغن هذا الامر، ما تخافوش، انتوا خايفين على الدين؟ ما تخافوش على الدين، خافوا على نفسكم بس. لا يبلغن هذا الامر، يعني هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. نص الكره الارضيه بتبقى ليل والنص الثاني بيبقى نهار، كان النبي بيقول هيوصل الكره الارضيه كلها. لا يبلغن هذا الامر، هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر،
ما فيش بيت لا في صحراء ولا في مدينة ولا في بادية ولا في أي مكان إلا ما هيوصلوا هذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى. ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. يوم يجي له بعدها بشوية خباب بن الأرط والحديث رواه البخاري والنبي عليه الصلاة والسلام كان متوسدا بردة له في حضن الكعبة وجالس كده مهموم وتعبان. فقاله خباب بن الأرط، خباب بن الأرط ده كانت أم أنمار الخزاعية اللي كانت بتملكه، كانت بتعذبه عذاب دكتور عمرو لا يخطر على قلب بشر، كانت بتخلي الناس اللي عندها العبيد اللي عندها يجردوه من ملابسه اللي فوق من الجزء الفوقاني ده وينيموه على فحم خشب مولعينه وبعدين طفوه فبقى فحم فينيموه عليه. قال خباب فما كان يطفئ الفحم إلا ودك شحم ظهري، شحم ظهري ده كان بيسيح فينزل على الفحم ده يطفيه. ولذلك سيدنا عمر في يوم من الأيام لما خباب بيقول له أنت بتتكلم عن الابتلاء اللي شافه بلال، طب شوف بقى ظهري، كشف له ظهره عمر الخطاب بيقول فأدخلت كفي في مكان جرحه. تخيل حضرتك يعني اللحم كله طاير بالشحم ده كله وصل لحد العظم، شوف البلاء. فخباب في يوم الأيام كان بتعذب وكان النار ولع على ظهره ومش قادر يمشي ولا قادر يقعد، فرايح للنبي عليه السلام بيقول له يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ على فكرة ده سؤال شرعي عادي جدا، يعني بقول له يا رسول الله ادعينا أن ربنا ينصرنا، هو غلط في حاجة؟ فكان المتوقع دكتور عمرو أن النبي عليه السلام يقول ربنا ينصركم، ربنا يثبتكم، ربنا يصبركم، مش ده الطبيعي؟ لأن النبي غضب. غضب ليه؟ مش عايز حد ييأس أبدا، عايز الأمل على طول يبقى في قلوبكم. فقام وقال والله إن كان ليؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيها ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظم. تخيل حضرتك مشط من الحديد فيتحط على الجلد ويخش جوه فيمشطوه الجسم كله كده يخلوا اللحم يطلع من العظم، ثم يوضع المنشار عند مفرق رأسي في النص كده فيشق نصفين، يتشق كده نصين فيسقط شقاء ما يصده ذلك عن ديني. خد بالك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خباب هيئس، الكلام صعب، كأني خباب هيفهم من المقطع ده ان عايز تقول لي يا رسول الله اللي انا شايفه ده كله ده مقدمات العذاب، ده لسه في عذاب اكتر من كده ان انا هتشق نصين. فراح فتح بقى ايه باب الامل، قال له والذي نفسي بيدي ليتمن الله هذا الدين هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم قوم تستعجلون. شوف الأمل، عمال يدي أمل. يجي في غزوة بدر أول لقاء مع المشركين، الصحابة كان عددهم تلت عدد المشركين، شيء طبيعي أنه لازم أخاف، بقى أنا قدام ثلاثة وأول مرة أقاتل. طب وبعدين كانت مفاجأة ما كناش مستعدين، ده طالعين الحصول على العير على القافلة، وبعدين فجأة تحول إلى قتال. تخيل حضرتك واحد رايح خناقة بس مش عامل استعداده، فجأة لقى خناقة قدامه طبعا يتخض. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يقول لهم والذي نفسي بيدي لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسب، يعني عايز أقول لهم آخرها إيه؟ هتتقتل؟ اطمن بقى، خد بقى النتيجة النهائية لو أنت حتى وصلت لآخر بلائك. والذي نفسي بيدي لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. تخيل مع الأمل ده لسه برضه مش مستوعبين، فقاعدين مش عارفين يعملوا إيه. فجأة راح النبي قال لهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فعمير بن حمام شاب كده صغير قال بخن بخن، جنة عرضها السماوات والأرض، بقى وصلتنا الأمل مش إن فقط إن إحنا هناخد غنايم وهنعمل وهنملك الأرض، لا ده وصلتنا من الأرض للجنة على طول كده. فقال جنة عرضها السماوات والأرض بخن بخن، فقال النبي ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. قال أنت من أهلها، وأنت من أهلها دي مش من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ده هو بمجرد ما عمير قال الجملة دي كان جبريل نزل من فوق سبع سماوات وقال للنبي قل له أنت من أهلها. شوف الأمل، أمل في غزوة بدر فتكون النصرة بفضل الله، لما النبي يبث الأمل بيكون النصرة. يجي في غزوة الخندق 10,000 واحد مشرك يا دكتور عم بيحصروا المدينة، قلنا قبل كده أن المدينة محصنة أصلا طبيعيا من ثلاث جهات إلا جهة واحدة الشمال الشرقي. فالشمال الشرقي دي يوم ربنا يقدر سبحانه وتعالى أن يجي سلمان الفارسي اللي قاعد يبحث عن الإسلام 20 سنة لحد ما وصل أن بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويروح النبي يقول له سلمان منا آل البيت، انت بقيت من آل بيتنا.
شوف قد ايه. فاذا بسلمان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ان بارض فارس. كان العرب على فكره كانوا اول مره في حياتهم يشوفوا موضوع الخندق ده، كانش اصلا من مكر العرب ولا من اساليبه الحربيه ابدا بالمره. فقال: انا كنا بارض فارس اذا حوصرنا خندقنا. فقال له: طيب. وبدا يحفروا مع بعض الخندق، وحفروا الخندق وخلصوه على مسافه حوالي 3-4 كيلو، مسافه كبيره جدا. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان في صخره مش عارفين ايه يهدموها، والصخره دي يا دكتور عم تخيل حضرتك لو شقيت 4-5 كيلو، بس في صخره في معبر هيعدوا من عليه خلاص، يبقى المعبر الخندق ده كله ولا ليه لازمه اصلا. فقالوا له: يا رسول الله صخره ما استطعنا ان نهدمها. فقال: اعطوني المعول. خد المعول ونزل وكشف ثيابه كده وربطها، تمام، لابس تحتيه طبعا سروال بس كشف ثيابه، فلقوا رابط على بطنه حجر من الجوع. 3 ايام حبيبنا صلى الله عليه وسلم ما كلش ولا لقمه. تخيل حضرتك، حتى ان جابر بن عبد الله الحديث رواه البخاري قال: حتى رايت الخمصه في وجه النبي عليه الصلاه والسلام، اثر الجوع كان باين قوي على وش النبي، لدرجه ان جابر بكى ودموعه نزلت على خده وراح بيته وقال لزوجته في ساعتها: قال لها: قولي لي عندك ايه اكل، انا ما اقدرش اتحمل ان اشوف النبي جعان. طب ما انت برضه جعان. انا اتحمل الجوع، انا ما بتحملش اشوفه في عين النبي صلى الله عليه وسلم او على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي ساعتها على طول نزل النبي وضرب. خد بال حضرتك بقى، كانش حد فيهم اعزك الله قادر يروح حتى يقضي حاجته، لان لو خرج خايف ان هم يهجموا فجاه. كانوا الناس خايفين خوف شديد جدا جدا، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. تخيل حضرتك، هنالك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديد. شوف وصف القرآن لحالهم عامل ازاي. ورغم ذلك في عز بقى وزلزلوا زلزالا شديدا، يجي الأمل من قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليبثه في قلوب المؤمنين. يضرب الصخرة ضربة فيطير تلتها، فيقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس. وشوف اللفظ يا دكتور عمرو، في فرق ان انا اقول لحضرتك ايه الله أكبر، ان شاء الله ربنا هيكرمني بكذا، ها لسه هيكرمني، انما لما اقول لك الله اكبر والله يا دكتور عمرو ربنا اكرمني بكذا ولسه ما حصلتش. شوف حسن ظنه بالله وشوف امله في الله. قال لهم: الله اكبر، اعطيت مفاتيح فارس. وبعدين ضرب الضربه الثانيه: الله اكبر، اعطيت مفاتيح الشام. الضربه الثالثه: الله اكبر، اعطيت مفاتيح اليمن. لما تبص على الخريطه فارس اهي فوق في الشمال الشرقي، الشام شمال غربي، اليمن في الجنوب، يعني ارض الجزيره كلها. شوف الجمال. على طول عمال يبث الامل، وهو حتى في الغار صلى الله عليه وسلم، يعني حتى قبل ما يهاجر هو في الغار، شوف بدا الامل. ابو بكر بيقول له: يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرانا. يقول له: يا ابا بكر اسكت، يا ابا بكر ما ظنك باثنين، الله الثالث هما، لا تحزن ان الله معنا. الامل اللي والله العظيم ما نعرف ليش من غيره. احيانا يا دكتور عمرو في اي حياه اي انسان بيحصل له كبوات، بيحصل له ابتلاءات، بيحصل له وقعه. احيانا يقول لك واحد، يقول لك ايه، يقول لك انا خلاص انا وقعت، واحد يقول لك انا ضعت خلاص، يقول لك انا انتهيت. بنسمع الكلام ده في حياتنا، تيجي تزور واحد يقول لك خلاص انا يئست من حياتي، انا انتهيت خلاص. ليه؟ مفيش رصيد امل في قلبه، مفيش رصيد من حسن الظن بالله. في حياتي الشخصيه اي واحد في الدنيا بيعرض لابتلاء، لكن عمري في حياتي ما انقطع الامل من قلبي ابدا ابدا. حتى ان يعني زوجتي وانا بعمل كتبي تقول لي: انت ما تعبتش؟ يعني انت من الظهر للفجر يوميا ما بتتعبش؟ فبقول لها الكلمه اللي سمعتها او اللي قراتها عن الامام عبد الله بن المبارك. كانوا بيقولوا له: يا امام الى متى تصنف؟ انت بتعمل كتب كتير كده ليه؟ الى متى تصنف؟ فكان يقول الكلمه الحلوه بقى: الامل وحسن الظن بالله ومعها اخذ بالاسباب. يقول لها لا، يقول لهم: لعل الكتاب الذي ادخل به الجنه لم يكتب بعد. في حياتنا الشخصيه دكتور عمرو بيعمل برنامج دعوي اصلاحي، برنامج لنفع الامه، لنفع الوطن، لخير المجتمع، لمساعده الفقراء، لمساعده الناس اللي في العشوائيات. انا قبل ما ندخل في الحلقه يا دكتور عمرو استاذنت حضرتك، ويمكن حضرتك ما ردتش عليا في الاذن ده، لكن اسمح لي. احنا بنتكلم عن الامل وحضرتك بتقدم الامل العملي. انا ممكن اقول لواحد فقير عايش في عشوائيات اقول له: خلي عندك امل، ان شاء الله بكره احلى، ان شاء الله ربنا هيكرمك ان شاء الله قريب. لكن حضرتك بتروح بنفسك وبتنزل وبتروح للناس في العشوائيات، مش بتكلمهم عن الامل، انت بتقدم لهم الامل.
بتروح للراجل في عشوائية مرمي يأسم من حياته بتدي له عقد الشقة وتاخد بإيده وتسلمه الشقة فبتدي له الأمل العملي. ده الأمل العملي مش مجرد أنا بتكلم وخلاص، إنما حضرتك ربنا يا رب يجازيك يعني في ميزانك. فعشان كده ممكن في يوم من الأيام تكون تعبان وتيجي الحلقة، ليه؟ لعل الحلقة اللي أخش بها الجنة لسه ما طلعتهاش هوا، لعل الخدمة اللي أقدمها لواحد من المسلمين لسه ما عملتهاش، لعل المحاضرة اللي أنا هديها وأخش بها الجنة لسه ما قلتهاش. دي تخلينا على طول بننتج ونقدم. لعل الخير اللي هيعمله أهل مصر لمصر لسه ما تعملش. وأنا من هنا بعد إذن حاجة دكتور عمرو بأقدم مبادرة لرئيس مصر أستاذنا الكبير دكتور محمد مرسي، يعني رجاء من أخوك الصغير اللي حضرتك تعلم أني بحب حضرتك في الله وبحترم حضرتك وبعتبر حضرتك يعني أخ كبير ليا وحضرتك تعلم معزتك في قلبي، رجاء أن ربنا يبارك في حضرتك. نسعى من هنا لحد قبل يوم الجمعة بأي طريقة، بكرة ربنا يجازيك كل خير، اطلع كلم الشعب، اطلع كلم الناس، طمنهم. الناس لما بتكون ليها مطالب يا دكتور محمد والرئيس بيتأخر عليهم بيحصل مشكلة أكبر. هم ما يفهموش أنه ممكن يكون مشغول بترتيبات معينة عشان يحل الأزمة، بس هم عايزين اللي يطمنهم. أنا أحيانا ما أروح دكتور في عيادة فأنا قبل ما أعمل العملية اللي أنا هعملها فبقول له طمني، الله يبارك فيك، طب قول لي كلمتين، طب كلمني قبل ما تديني البنج، طب قول لي العملية دي ممكن تنجح حتى لو مش هتنجح. طبعا إن شاء الله هتنجح. فربنا يبارك في حضرتك، اطلع كلم الناس بكرة دكتور محمد، التقي مع الناس اللي ونعمل حوار وطني مغلق ونطلع بنتيجة كده. النداء الثاني والأخير لإخواننا وأحبابنا في حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين وإخواننا وأحبابنا من الجبهة السلفية، رجاء أن الله يبارك فيكم، انزلوا اعملوا مليونات اللي انتوا عايزينها، يعني ما بقولش أي حاجة بالمرة، اعملوا اللي انتوا عايزينه وانزلوا في أي مكان في الدنيا، بس بلاش يكون في نفس المكان اللي فيه الناس اللي نازلين معترضين على الإعلان الدستوري. لإني عايز أقول حاجة دكتور عمرو، إحنا لو كنا صحابة مش هنقدر نتفادى بحر الدم اللي ممكن يحصل. صحيح. الصحابة دكتور عمرو في موقعة الجمل، إيه اللي حصل؟ طلحة والزبير رضي الله عنهما طالعين في جيش، علي بن أبي طالب في جيش، والله العظيم اتفقوا مع بعض واتقابلوا هناك قبل موقعة الجمل مباشرة بليلة، اتقابلوا هناك وخدوا بعضه بالحضن واتفقوا خلاص. احنا كنا عايزين قصاص من نقتص من الذين قتلوا عثمان بن عفان، وهو بيلوم وانا معاكم، بس كل ما في الامر انا عايز ارجي الموضوع شوية لحد ما الدنيا تهدى شوية والدولة تستقر وبعد كده ناخد القصاص. خلاص اتفقنا، دمه في رقبتك دمه في رقبتي، انتهى الموضوع على كده وتصالحوا وما فيش اي مشكلة خالص، وكل واحد راح المعسكر بتاعه. خدوا بالكم كل واحد راح المعسكر بتاعه، بس عشان كان في جيش هنا وجيش هنا في نفس المكان. ايه اللي حصل؟ اتباع عبد الله بن سبأ ما يرضهمش ابدا ان المسلمين من الصحابه يتصالحوا ويتصافوا بالمنظر ده، عمل حاجه واحده بس اللي احنا بنسميها الطرف الثالث اللي هو اللهو الخفي. عمل ايه؟ بعت 2-3 هنا في المعسكر بتاع طلحه والزبير، قال لهم خشوا اعملوا دبكه كده، يضربوا اقتلوا اعملوا اي حاجه، و2-3 في المعسكر سيدنا علي بن ابي طالب خشوا اعملوا دبكه وقتلوا، علشان سيدنا علي يظن ان طلحه والزبير خانوه وطلحه والزبير يظنوا ان سيدنا علي برضو ايه خانهم، شفت ايه؟ فحصلت موقعه الجمل. تخيل، ودول صحابه، دول صحابه. انا بقدم المبادره دي وبوضحها لاخواني من الاخوان ومن السلفيين، الله يبارك فيكم، انزلوا اعملوا مليونات في اي مكان وانا معاكم مفيش مشكله، بس رجاء بلاش ننزل في مكان فيه بيعارض وفيه بيوافق، لان هيحصل في النهايه مجزره. في اللحظه دي بقى لا هيبقى الإشكال على الإعلان الدستوري ولا هيبقى الإشكال على مين يروح ومين يجي، الدولة هتخش في دوامة إحنا مش عايزينها. بلدنا نعمل لله سبحانه وتعالى، ويبقى لعل وعسى الموقف اللي هخش بالجنة لسه ما وقفتوش بعد، ولا يا دكتور عمرو؟ صحيح مولانا، في ناس بنقابلهم فعلا فاقدين الأمل، فاقدين نعم. الأمل في الرزق، فاقدين الأمل في انقشاع الظلم اللي هم بيشعروا بيه. نعم. في مريض فقد الامل في الشفاء. نعم. الناس دي ممكن نقول لها ايه؟ طيب ناخدهم نقطه نقطه. اتفضل. الناس اللي خلاص ضاق عليها الرزق، وعلى فكره زي ما حضرتك تفضلت في اول لقائك النهارده وبشكر حضرتك على اللمحه الجميله ديت، ان في ناس بتتخانق فوق
في سياسة وفي ناس تحت مش لاقي لقمة العيش. الوقت اللي أنا بقضيه على فكرة دكتور عمرو، النفقات والفلوس اللي اتصرفت على المليونيات ديت كانت عايش كم أسرة في العشوائيات، آلاف الأسر، آلاف الأسر والله، الإعلانات والحاجات وتفريغ الوقت والبعد عن 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 المسيرة العملية وخدمة الوطن، كل ده يعني أظن كان ممكن يعمل بيه خدمة كبيرة لبلدنا. اللي عنده اللي أمله انقطع من مسألة الرزق، مش لاقي شغل، الحياة واقفة، البلد ظروفها تعبانة، الظروف الاقتصادية، عايز أقول له خلي عندك أمل في الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول سيجعل الله بعد عسر يسرا، والسين ديت تعمل في كل زمان وفي كل مكان، سين مستقبلية، سيجعل في كل وقت. ربنا بيقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قال ابن عباس ولن يغلب عسر يسرين، لأن العسر الأولاني هو العسر الثاني اللي في الآية الثانية، أما اليسر الأولاني غير اليسر الثاني. فدي ولن يغلب عسر يسرين. ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. اذكر قصه عجيبه قوي دكتور عمرو، اخت فاضله كان جوزها توفي الله يرحمه رحمه واسعه، وهي فقيره جدا، جوزها كان بيشتغل شغل كده يومي ارزقي زي ما بيقولوا كده، وما عندوش اي مصدر رزق لا معاش ولا غيره. فابوها قعد معاها في الشقه معاها، وكان عندها بنت صغيره كده، بنوته صغيره، وما كانتش تملك اي مصدر رزق خالص، وهي انسانه محجبه ومحترمه. فجلسة في البيت، في يوم من الأيام بنتها جالها مرض شديد جدا، حمى شديدة جدا، والبنت سخنة وتعبانة، وهي طول الليل لا تملك لا تمن الدكتور ولا تمن العلاج، بل الأغرب من ده كله بيت من غير عشاء. فضلت طول الليل يا دكتور عمرو، دي قصة حقيقية، فضلت طول الليل تبكي وتصلي وتدعو، ويا رب اشفي لي بنتي، يا رب يصلي الأسباب، يا رب يا رب، حتى لو حد كشف عليها أنا معيش تمن العلاج. الساعة 3 بالليل يا دكتور عمرو وهي بتصلي، فجأة باب الشقة خبط، فأبوها فتح الباب فلقى واحد بيقول له السلام عليكم. قال له عليكم السلام. قال له البنت المريضة هنا؟ قال له أيوة يا فندم. قال له أنا الدكتور فلان فلان. فقال له أهلا وسهلا، تفضل يا دكتور. دخل الدكتور كشف على البنت، اكتشف إن عندها حمى، كتب لها العلاج، وبعدين واقف على الباب مستني تمن الكشف. ففجأة الأخت كانت لبست حجابها وخرجت بره، متشكرة يا دكتور جزاك الله خير، ربنا يبارك في عمرك. قال لها طب يا فندم بس عشان مستعجل الفيزيتا تمن الكشف. قلت له دكتور انا معيش فلوس. قال لها معكش فلوس وتنزليني من بيتي من اخر الدنيا الساعه 2 بالليل اجيلك الساعه 3 وفي الاخر معكش فلوس وانا عندي الصبح شغل وعندي؟ قلت له والله العظيم انا ما اتصلت بحضرتك. ازاي ما اتصلتيش؟ قلت له انا ما عنديش تليفون، لا تليفون محمول ولا تليفون بيت، انا ما عنديش تليفونات اصلا. قال لها الله، هي مش دي شقه فلان الفلاني؟ قلت له لا، دي الشقه اللي جنبينا. ياه شوف قدرة ربنا، ياه شوف قدرة ربنا. سبحان الله. اللي حصل هو جاي الشقة اللي جنبهم دي ساكن فيها رجل غني معاه فلوس، بنته تعبت فاتصل بالدكتور، فالدكتور غلط والدنيا ليل، فرن على شقة غير الشقة دي، الشقة اللي جنبها. سبحان الله. فدخل كشف على البنت الله. وكتب لها العلاج، وهو أصلا ما كانش رايح لهم، لكن ربنا اللي يقدر أنه يروح. فالمهم فالدكتور حس الموضوع فيه حاجة، في موضوع حاجه مهمه قوي قوي، يعني دي حاجه، ده تدبير الهي سبحانه وتعالى. فلاقي حكايتك، قلت له جوزي توفي، مفيش في بيتنا ولا مليم، والله العظيم يا دكتور انا وابويا وبنتي بيتين من غير عشاء، وبنتي انت كشفت عليها، والله ما املك حتى اجيب العلاج، فانا اسف انا ما اتصلتش بحضرتك. قال لها طب اديني روشته. خد روشته، بتقسم بالله نزل الساعه 3 بالليل في صيدليات شغاله 24 ساعه، نزل جاب لها العلاج وراح مديها مبلغ في ايديها. قال لها كل شهر لو بنتك دي تعبت في اي وقت ادي نمر التليفوني، اتصلي بيه في اي وقت، هجيلك في اي وقت. فوق ده كله كل شهر ابعتي لحد العياده الفلانيه ياخد مني راتب شهري. وفي السماء رزقكم وما توعدون. كان مجموعه من البحاره شغالين بيصطادوا سمك في احدى الاماكن. فالمهم المركب بتاعتهم واقفه يا دكتور عمرو، وفي مركب واقفه بس في مكان بعيد شويه، بس هم شايفين بعض. هم بيصلوا وعارفين ربنا وناس محترمين جدا. والتانيين ما سجدوش لله سجدة، فاللي ما سجدوش لله سجدة أسمك قد إيه وكمبري جمبري وكابوري وعمال يصطادوا صيد ما تتخيلوش، والتانيين يرموا الشبكة ست ساعات ما تطلعش سمكة واحدة. فواحد فيهم دخله الشيطان من مدخل، قال والله يعني اللي ما بيصلوش ربنا بيرزقهم، واللي بيصلي ربنا ما بيرزقهمش، طب والله العظيم لنسيب الصلاة. فقال خلاص مش هنصلي، كان وقت عصر، قال مش هنصلي العصر، فما صلوش العصر، فرموا الشبكة فطلعت سمكة كبيرة.
فخدوا السمكة ديت فقالوا إيه ده؟ بقى لما نسيب الصلاة ربنا يرزقنا، ولما نصلي ربنا ما يرزقناش، لأن الرزق ده فيه شبهة، نتركه ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى. رمى السمكة في البحر ووقفوا صلوا، وبعد ما صلوا قالوا نمشي بقى من المكان اللي احنا عصينا فيه ربنا ونقف في مكان تاني. دخلوا حوالي 100 متر جوه كده ورموا الشبكة، فطلع سمكة كبيرة برضه. خدوا السمكة قالوا دي مش هنقدر نبيعها طبعا، يعني نقسمها وناكل ففتحوها لقوا جواها جوهرة، باعوها اغتنوا كلهم فضل ربنا سبحانه وتعالى. وفي السماء رزقكم وما توعدون. احيانا الواحد يا دكتور عمرو ربنا بيقول ويرزقه من حيث لا يحتسب. احيانا حضرتك مثلا يكون الموظف مرتبه مثلا 1000 جنيه، فيجي يروح عند الشباك عشان يقبض مرتبه في اول الشهر، فيفاجئ بان الراجل بيقول له مرتب حضرتك ادي 1000 جنيه، ودول 500 جنيه مكافاه من الشركه. فرحته بال500 جنيه اكتر من فرحته بال1000 جنيه، لان ال1000 جنيه هو متوقعها لانه اشتغل بيها، اما ال500 جنيه دي فدي عنده الذ واحلى، لانها رزق من حيث لا يحتسب. ياما في حياتنا رزق من حيث لا نحتسب في حاجات كتيره جدا. الارزاق يا دكتور عمرو لو حبينا نقول ان الناس بتقول الرزق هو رزق فلوس بس، ده الفلوس دي اخر انواع الرزق. نعمه الاسلام ما هي رزق، نعمه حسن الخلق ما هي رزق، نعمه الصبر وما اعطي احد عطاء خيرا ولا اوسع من الصبر. ان ربنا يرزقني الصبر، ان يكون عندي الصبر. ما انا ممكن ربنا يرزقني فلوس قد كده واستخدم الفلوس دي في معصيه ربنا صحيح. سبحانه وتعالى. اذكر يا دكتور عمرو كان في رجل غني ومعاه فلوس كتير قوي، وكان عنده 4 أولاد شباب، ربهم تربيه بعيد عن الدين تماما، لكن متعهم، دخلهم مدارس اجنبيه، لبسهم احسن لبس، سفرهم اوروبا، فسحهم، جاب لهم احلى اكل، اكلهم، ادالهم كل اللي هم عايزينه. رجل مات، وكان عند الرجل دوت عقارات واملاك واراضي، لكن كان عنده عماره كانت غاليه قوي عليه. العماره ديت كانت على النيل مباشره، وكان ساعتها الكلام ده من 10 سنين كان سعرها في الوقت ده جايب له 20 مليون جنيه. فالاربعه دولت كان فيهم ولد نفسه ياخد العماره دي باي طريقه. فالمهم راحوا يدفنوا ابوهم، وبعد ما دفنوه خلاص وهيرجعوا بقى يتكلموا بقى عن الميراث والكلام ده كله. فبعد ما دفنوه ولد من اولاده قال لاخواته، قال لهم ممكن لسه انزل اطمن ان التربي وجه الوالد للابله؟ فقالوا اتفضل. فنزل الدكتور عمرو اتاخر ربع ساعه، واخواته ينادوا عليه ما حدش بيرد. اخوه الكبير اتخض عليه، فقال لهم انزل شوفوا عمل ايه، ايه اللي مأخره كده؟ ليكون قاعد بيبكي تحت ولا اغمى عليه؟ فنزل لقى اخوه ميت جنب ابوه. مش دي المشكله، المشكله يا دكتور عمرو ان الشاب دوت كان جايب في جيبه محبره، وكان حاطط في جيبه الثاني عقد بيع العماره اللي على البحر اللي على النيل. فنزل وفك الكفن بتاع ابوه وطلع صباعه وبصمه على عقد بيع للعماره دي بتاريخ قبلها باسبوع، وخد العقد وبقت العماره دي ملكه خلاص، لانه بصم ابوه. وقبل ما يطلع كان ملك الموت في انتظاره. قبل ما يطلع مات وهو ماسك العقد في ايده كده. فنزل اخوه لقى العقد في ايده وهو ميت، وهيلقى الله وهو سارق عمارة ما انتفعش بيها ولا استمتع بيها، بس خد ورقة ومات بيها. ومن مات على شيء بعث عليه. كنت عملت الموضوع ده قصة، أو القصة دي عملتها درس زمان سميته بصمة في قبر، بصمة جوه قبر. قد إيه الإنسان مش واخد باله أن لما ربنا يرزقك بزوجة طيبة ده رزق، لما ربنا يرزقك بأولاد ما عندهمش مرض ده رزق، لما ربنا يرزقك الصبر على البلاء والاحتساب والرضا ده رزق، لما ربنا يرزقك نعمة راحة البال، ان انت تنام وانت بالك مرتاح، ان انت تنام وانت ما فيش ما بينك وما بين حد عداوة، لما ربنا يرزقك لغة العفو والتسامح ده رزق. ده في غيرك قلبه ده بينام ليل ونهار بيغلي نفسه ينتقم من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أحمد بسند جيد وضح لك نوع من الرزق غريب جدا يا دكتور عمرو. وهو قاعد وسط الصحابة قال لهم سيخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فيطلع عليهم واحد رجل فقير جدا وبسيط جدا، كان لسه متوضي ومية الوضوء عمالة كده بتتساقط من لحيته، فدخل صلى ركعتين في المسجد وخرج. فالنبي قاعد تاني يوم في جلسة تعليم برضه مع الصحابة، وفي اليوم الثالث نفس الحكاية، يقول لهم سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. وتخيل حضرتك وإحنا قاعدين مع بعض يا دكتور عمرو كده في الاستوديو، وبقول لحضرتك هيجي من هنا دلوقتي حالا واحد من أهل الجنة، فحضرتك لو شفته داخل هتعمل ايه؟ تبقى ده من اهل الجنه، فرحان يعني مش مصدق نفسك. فقدر ربنا سبحانه وتعالى يدخل نفس الرجل في 3 مرات،
عبد الله بن عمرو بن العاص لما شاف المنظر ده راح سايب الجلسة وراح خارج ورا الرجل ده، قال له أنا في خصام بينه وبين أبويا وحلفت إن ما أخشش بيته تلات أيام، ممكن تضيفني التلات أيام دولت ودول حق الضيف؟ قال له اتفضل. ألف بيت معاه، وطبعا عبد الله بن عمرو ده كان مشهور بالعبادة ما شاء الله، صيام نهار وقيام ليل، وكان بيختم القرآن مرة كل يوم، كان حاجة عجيبة جدا. فالمهم فبيقول فما رأيت منه شيئا يعني غير أنه بيصلي الفرائض، غير أنه كان إذا تعرى من الليل لما كان يقلق كان يذكر الله، لكن لا قيام ليل ولا صيام نهار ولا نوافل ولا أي حاجة بالمرة خالص، يدوب شوية حبة قرآن بيقرأهم والفرائض وخلاص. فقال له أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنك من أهل الجنة، فماذا تصنع؟ قال هو ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي غش ولا حسد على أحد من المسلمين. قال له تلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك. حاجة عجيبة جدا، إن أنا أقصر الرزق فقط في فلوس ودراهم وعربية وشقة تمليك وفيلا، ويكون عندي 50 بدلة ويكون عندي بودي جاردات وعندي كام عربية وعندي سيكوريتي، وعندي مع أني ممكن يكون واحد فقير. أنا وأنا في الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن في السعودية في التسعينات، في أوائل التسعينات، كنت بدخل بيوت دكتور عمرو ناس أغنية عشان نذكرهم بالله سبحانه وتعالى، مصريين عايشين هناك. فكنت أجد حاجة عجيبة جدا، كنت أجد كتير منهم ما عندوش رضا عن الله سبحانه وتعالى. كان ساعتها كنا سنة 92، وكان مرتب الرجل منهم 9000 ريال، 9000 ريال سنة 92 سوى النهاردة 90,000 و100,000، وكان يقول العيشة ضنك والحياة. كنت أخش على بعض العمال المصريين عشان أذكرهم بالله، كان مرتبه في الوقت ده دكتور عمرو 600 ريال، كنت لما أسأله عامل إيه يا حاج محمد يقول لي يا سلام والله العظيم يا شيخ محمود أنا ما عارف أشكر ربنا على إيه ولا على إيه، خيره مغرقني. إحساسه ده في حد ذاته ده رزق، يوم ما ربنا يرزقني بولد ربنا هديه ما ده رزق. ما هو لو ربنا رزقني بولد يعني عنده يعني شقاوة وعنده يعني سوء أدب، ما هيروح يكسر لي عربية الجيران ويكسر لي إزاز مش عارف مين، ويروح يخبط لي مش عارف إيه ويعمل لي حادثتين ثلاثة، وطول ليل ونهار كل شوية بابي بيخبط إلحق ابنك في القسم، إلحق ابنك مش عارف إيه، عايزين ندفع له كفالة، عايزين ندفع ثمن العربية اللي كسرها، عايزين ندفع، ما هدي فلوس، ما هو ده رزق بيروح منك. فلو ربنا هدي لك ابنك ما ده رزق في حد ذاته. فدي مسألة الرزق، ما عرفش قدامنا قد إيه، احنا خلاص خلصنا، احنا خلاص خلصنا. طيب احنا ممكن حتى نكمل موضوع الأمل ده في حلقات، لأن موضوع الأمل الحقيقة إن شاء محتاج الله. حلقات كثيرة. عايزين ندعو ونؤمن خلفك، والحقيقة إن شاء الله في مرضى كثيرين حياة طالبين انك تدعي لهم، الله يشفيهم يعفو عنهم والله. وانا كمان الحقيقه يعني عايزين ندعي كمان الفنان عمار الشريعي، الله يشفيه ربنا عنه، يرفع عنه ويشفيه، انه بيمر بازمه صحيه حرجه جدا، الله يشفيه يا رب. ندعي له ان شاء الله. اتفضل. حاضر يا حاضر. خلفك. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسالك باسمك الاعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف الأستاذ عمار يا رب العالمين، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف والدي واشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم يا رب العالمين آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أبرم لأهل مصر أمر رشد يا رب يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، اللهم جمع بين شتات القلوب يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم لا يأتي علينا يوم الجمعة إلا ويكون الخير قد نزل على أهل مصر والصلح قد نزل بين أهل مصر والحب بقد عم أهل مصر. اللهم اجعل الحب يفيض على أهل مصر، اللهم اجعل الحب يفيض بين قلوب أهل مصر. اللهم إنه يا رب العالمين قد نزل بنا البلاء، فارفع البلاء عن أهل مصر، اللهم ارفع البلاء عن أهل مصر، وارفع البلاء عن أهل فلسطين، وارفع البلاء عن أهل سوريا، وارفع البلاء عن كل المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارحمنا واسترنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اجمعنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى
وأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير. ربنا يكرمك يا شيخ محمود وينفع بيك دايما يا رب، اديك الصحه دايما، ربنا يبارك فيك ونستفيد بعلمك الغزير دايما يا رب ان شاء الله. الله يخليك يا دكتور عمرو، ربنا يكرمك، جزاك الله خير، مش شفاك الله عافاك. دي حلقتنا النهارده من 90 دقيقه، بشكركم جدا، صباح الخير.